This is the fifth edition of the AAB Chess Federated Tournament in Qatar in collaboration with our strong partnership with the Qatar Chess Association. بسم الله الرحمن الرحيم. بالتعاون مع شركة عبد الله عبد الغني وأخوانه يسعدنا تنظيم النسخة الخامسة من بطولة عبد الله عبد الغني وأخوانه المفتوحة للشطرنج واللي راح ننظمها بإذن الله تعالى على مرحلتين هالسنة، مرحلة تأهيلية اللي هي بتكون أونلاين ومرحلة نهائية اللي هي بتكون على الرقعة على مدى ويكندين بإذن الله تعالى. ولله الحمد بدأت اليوم منافسات المرحلة التأهيلية بمشاركة أكثر من 155 لاعب ولاعبة واللي تم تنظيمها على 11 جولة حسب النظام السويسري. سعداء اليوم بالتواجد في بطولة عبد الله عبد الغني وإخوانه للشطرنج في النسخة الخامسة. عندنا اليوم 22 لاعب ولاعبة من جميع الجنسيات والأعمار، وأيضا سعداء بالرجوع إلى رقعة الشطرنج مرة أخرى، حيث أن في العامين السابقين قمنا العديد من البطولات لكن كانت بطولات عن طريق الأونلاين بسبب جائحة الكوفيد 19، ولكن اليوم استطعنا بعد تحقيق جميع الاحترازات الوقائية في إقامة هذه البطولة في برج عبد الله عبد الغني، وأتمنى التوفيق للجميع. Welcome to the awarding ceremony for the AAB Chess Open Federated Tournament Edition 5. سعداء بانتهاء بطولة عبد الله عبد الغني واخوانه للشطرنج المفتوحة السنة الخامسة على التوالي، بطولة دولية، وسعداء بشراكتنا معاهم لمدار 10 سنوات. بطولة كانت قوية وخصوصا بعد انقطاع عن البطولات اللي على الطاولة، والحمد لله سعداء بجميع المشاركين والنتائج اللي حققوها، ونتمنى مزيد من التعاون والبطولات القادمة بشكل أفضل. Women Grandmaster Maria Sergeyeva.